السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ آلاء عامر. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس الشيبسي الكريسبي اللي احنا كلنا بنحبها، الكبير والصغير بيحب الشيبسي وبيحب كمان يشتريه من بره. احنا النهاردة هنعمله في البيت بطريقة نظيفة جدا، وكمان سر القرمشة بتاعة الشيبسي الجاهز هنعمله بكذا تقطيعة مع ريفيو بسيط عن قطاعات الشيبسي المختلفة اللي تقدروا تستخدموا أي حاجة منها. اول حاجه هستخدم طبعا بطاطس تكون مخصوصه للتحمير، مش البطاطس بتاعه الطبخ العاديه. بتاعه الطبخ العاديه بتفرق عن التحمير في انها بتكون مليانه نشا اكتر وسوائل اكتر، او الميه بتبقى فيها نسبتها كبيره، فاحنا هنختار بطاطس التحمير. هنبدا ان احنا نقشرها كويس، انا ما بغسلهاش الاول، بقشرها على طول، بعد كده اغسلها، بعد كده اقطعها واغسلها تاني. هقشرها لحد ما اخلص الكميه كلها. خلاص انا قشرت البطاطس وغسلتها كويس، هبدا ان انا اقطعها. عشان اقطعها عندي كذا حاجه ممكن استخدمها، هستخدم اول حاجه معاكم اللي هي القشاره بتاعه البطاطس. لو احنا ما عندناش اي وسائل تانية ممكن نستخدم قشاره البطاطس، بتقطع بشكل حلو. كمان ممكن استخدم المبشره، في مبشرات زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيها جزء لتقطيع الشيبسي بيبقى بالشكل ده، وممكن تلقوا جزء واحد بس هو اللي فيه الشكل ده. هنبدا نقطعها برده، بتبقى سهله لو احنا ما عندناش اي اختيار تاني، بتطلع الشيبسي حلو جدا. و بس مشكلتها ان بيبقى شكلها مش منتظم قوي زي القطاعات بتاعه الشيبسي المخصوصه. انا النهارده هستخدم الفود بروسيسور، في سكينه مخصصه للتقطيع، وعندي نوعين من السكاكين، في سكينه بتكون تخينه شويه ومعاها مبشره. المبشره العريضه بتكون الشرايح بتاعتها تخينه، دي بتقطع شيبسي تخين شويه. اما المبشره الثانيه بتكون ضيقه، فبيكون تقطيع الشيبسي بتاعها ضيق برضه، دي ضيقة شايفينها ازاي، فهتكون التقطيعة بتاعة الشيبسي هتكون ارفع شوية، ودي بتكون احسن في الشيبسي لان بتبقى رفيعة جدا وبتطلعه كريسبي قوي. الفرق مش كبير بس النتيجة بتكون مختلفة تماما، دي اللي على الشمال الرفيعة واللي على اليمين هي اللي بتطلع الشيبسي التخين. انا هستخدم اول حاجة الشرايح التخينة عشان اوريكم الفرق ما بين الاتنين. بالشكل ده انا قطعت البطاطس بمنتهى السرعة والسهولة، بتنزل معايا سميكة شوية، هوريكم سمكها عامل ازاي والفرق ما بينها وبين الرفيعة. دي تقطيعة الشيبسي بالسكينة التخينة شوية، ما بيطلعش مقرمش او كريسبي زي اللي بنشتريه جاهز، بس بيبقى فيه لحم بسيط عكس الشيبسي. فهستخدم كمان المبشرة الرفيعة خالص عشان اوريكم الفرق ما بينها وبين التخينة. وطبعا الاستخدام ده بيرجع لكم، حابينها تخينة او رفيعة دي حسب الاذواق. بصوا بعد ما اتقطعت طلعة رفيعة جدا، الشرايح رفيعة قوي وتقريبا شفافة مبينة ايدي من ورا من كتر ما هي رفيعة جدا ورقيقة قوي. الفرق ما بينها وبين التخين، بصوا التخينة فيها لحم شوية وماسكة نفسها اكتر، الرفيعة بتبقى طرية جدا بس بتدي نتيجة هايلة جدا في عمال الشيبسي. حابين تستخدموا دي او دي برضو حاجة ترجع لكم. هكمل تقطيع بقية الكمية، وهستخدم سلاح تالت هيديني صوابع رفيعة، بيبقى حلو جدا وكريسبي قوي والاطفال بتحبه جدا. السلاح ده بيطلعه صوابع رفيعه جدا ومقرمشه، هنشوفه دلوقتي هيطلع عامل ازاي. هبدا ان انا اقطعها اهو معاكم بالشكل ده. خلاص هي كده خلصت معايا، الصوابع هتشوفوها تحفه جدا رفيعه وهتطلع كريسبي جدا والاطفال كلها بتحبها. هخلص كل الكميه لحد ما اقطعها، ده تقريبا نص كيلو من البطاطس زي ما قلت لكم. وهقول لكم على التريكات المهمه اللي بتطلع الشيبسي كريسبي ومقرمش زي الجاهز. البطاطس عندي خلاص حطيتها في طبق وبدات ان انا اشطفها، هشطفها كذا مره، مره واثنين وثلاثه، واغير الميه في كل مره عشان احاول اتخلص من النشا على قد ما اقدر. بس خطوه الشطف مش كفايه، فهضطر ان انا اعمل لها خطوه تانية عشان انزل كميه النشا كلها. اهم حاجه ان انا افرط البطاطس من بعضها لان من مكان التقطيع بتبقى لازقه، عشان اقدر ان انا اتخلص من كل النشا اللي موجود في كل بطاطسايه. كل اللي انا هعمله ان انا صفيتها من ميه النقع او من ميه الشطف، هبدا ان انا انقعها في ميه تكون متلجه او ميه تكون ساقعه. اهم حاجه احتفظ بيها في التلاجة مده على الاقل ساعه قبل التحمير، فهضيف لها دلوقتي ميه ساقعه لحد ما تغطيها تماما بالشكل ده كده. اتاكد ان البطاطس واصله لها الميه كلها وتكون ميه ساقعه متلجه، او ادخلها التلاجة بس مش هتقعد ساعه واحده، هتقعد اكتر من كده عشان النشا كله ينزل. كمان الخطوه اللي هعملها ان انا هضيف لها تقريبا ربع كوبايه من الخل، هيساعدها انها تتخلص من النشا تماما عشان تطلع كريسبي ساعة التحمير.
هحط لها مكعبات تلج عشان تحافظ على سقوعية المية، وهتحطها في التلاجة ساعة مش اكتر من كده، لان المية عندي ساقعة والتلج كمان ساقع. هقلبها كويس في المية الساقعة وفي التلج وهدخلها التلاجة. البطاطس عندي طلعت من التلاجة، هبدأ ان انا اتخلص بقى من المية الساقعة اللي فيها والخل، وهشطفها كويس عشان طعم الخل ما يأثرش عليها. بصوا طالعة ناشفة، انها بدأت تنشف وتمسك نفسها، ده عشان اتخلصت من النشا اللي فيها. هبدأ ان انا اشطفها واتخلص من المية عشان نبدأ نقليها. عندي زيت سخن على النار، طبعا لازم يكون سخن كويس قوي ويكون كمان غزير. هبدأ اختبره وبحط فيه بطاطساية عشان اشوف هو سخن بالكفاية ولا لأ. هو كده تمام جدا، هنزل ببقية الكمية، ويفضل ان انا منزلش بالكمية مرة واحدة، هنزل بواحدة واحدة عشان البطاطس ما تلزقش في بعض وتطلع معايا مقرمشة. مش عايزة انزل بالبطاطس كمان، التركة المهمة ان انا منزلش بالبطاطس مرة واحدة زي البطاطس الصوابع، هتلاقوا الزيت فار منكم وممكن يبهدل الدنيا، غير ان الطريقة دي هتخلي البطاطس كلها تلزق في بعض. هخلص جزء بالطريقة دي من غير مسح من الطاسة، وكده كده هو لما يدخل في التحمير هيبدأ يقل حجمه ويكش، هتحس ان الطاسة بقت فاضية. اهم حاجة التقليب زي ما اتفقنا عشان البطاطس. كده البطاطس دخلت في التحمير، وزي ما قلت لكم اهي حجمها قل خالص عن ما حطيناها في الاول. انا محضرة جنبي طبق فيه شبكة عشان اصفي فيه البطاطس، ده برضو بيفرق كويس قوي في قرمشة البطاطس، لان المناديل لو صفينا عليها البطاطس بتخلي البطاطس تترى بسرعة. هطلع البطاطس دلوقتي، اهم حاجة اقلبها كده، هتحسوا ان صوت التحمير بدأ يقل خالص والزيت بقى يهدى. كده يبقى البطاطس جاهزة معايا، وكمان لونها مش هيتغير كتير. لو هي فعلا بطاطس تحمير لونها مش هيتغير كتير، هيبقى دهبي فاتح قوي. هنزل بالبطاطس السميكة عشان اوريكم الفرق بينها في التحمير، هي هيطلع برضو كريسبي حلوة جدا، بس الفرق ان فيها لحم شوية يتاكل، وهتاخد طبعا وقت زيادة شوية على النار. واهم حاجة التقليب زي ما اتفقنا. هبدأ دلوقتي احمر معاكم البطاطس الصوابع الرفيعة اللي احنا قطعناها مع بعض دي، بقى هنزل بيها كمية واحدة كده على الزيت، وهي هتبدأ تبعد عن بعضها، وطبعا مع التقليب كل ده هيتفرفت من بعضه. زي ما انتم شايفين هي برضو ما اخدتش وقت خالص وطلعت اتحمرت حلوة قوي. هبدأ المها من الزيت واحطها برضو في نفس الشبكة واسيبها تتصفى حاجة بسيطة، بعد كده ابدأ اقدمها. كده البطاطس معانا جهزت، هخلص بقية الكمية كلها بنفس الشكل ونرجع نقدمها مع بعض. كده البطاطس معانا خلصت، حمرناها كلها ما اخدتش مننا وقت خالص، عملناها بمنتهى النظافة والسهولة في البيت، طلعت مقرمشة جدا. بصوا بتتكسر بسهولة ازاي. تقدروا تقدموا جنبها كاتشب او مايونيز او اي صوص انتوا تفضلوه، تعملوه للولاد في العشاء او في الفطار، او كمان طبق جانبي مع الغداء. البطاطس دي اللي انا قطعتها تخين، بصوا طالعه مقرمشه ازاي، بجد حلوه جدا، مفيش احلى ولا اسهل من كده. تقدروا تحطوا عليه رشه ملح بسيطه او بهارات اللي بنشتريها من العطار، اللي هي بطعم الكاتشب والكباب والفراخ والحاجات دي. انا هحط رشه بسيطه بس على البطاطس، ما بكترش عشان بس تديله تمليحه ويبقى طعمها حلو. عايزين تستغنوا عنها خالص مفيش اي مشكله، هي طعمها حلو بصراحه من غير اي اضافات. يا رب النهارده تكون الحلقه عجبتكم. انا النهارده استخدمت معاكم الفود بروسيسور ماركت كينوود، عملت معاكم بيه طرق كتير جدا لحاجات كتير قوي. النهارده انا استخدمته معاكم عشان اوريكم التقطيعات المختلفه بتاعته اللي بتيجي معاه. باذن الله هعمل لكم عنه ريفيو منفصل في فيديو منفصل، اوريكم كل استخداماته في تقطيعات الخضار والفاكهه وفي اغراض تانية خالص. يا رب تكون النهارده حلقه عجبتكم. كنت معاكم آلاء عامر من مطبخي.